نهار 15 جانبي مشاو في مهمة معاش في دار طرابلسية ولا شنو، وكملوا تقريبا نص الليل مروحين داخلين على أساس مروحين للسكنة في مستوى شو اسمه هذيك العوينة، رمبون تاع العوينة، يلقاو بارير تاع ميليتير قدامهم، ملي وصلوا غاديك حلوا عليهم النار. توفى ولدي، توفى معه النقيب جمال عقبي يرحمه، ضرب الشوفار تقريبا بأربع كرتوشات في صدره، وخلاهم لوحين من نص الليل لستة نتاع الصباح باش جات جات الثكلة هزتهم البوليسية هذا. ولدي أنا مات الله يرحمه، كرتوشة في جنبه كرتوشة في راسه، ضربة مورتال. بالنسبة للنقيب ضربة في كتفه معناها ماهيش مورتال، أما قاعد يتلوى مسكين، كان نقضوه ممكن يمنع. مشينا للسبيطار، مشى ولدي الكبير مشى للسبيطار على اساس باش يشوفوا. قلت له ما نجيش نمشي، انا مريض عندي قلب واحد. قلت لك تصبح زي وتشوفوا هكا، عاد يقول لي خلينا نكلمه ونطمن عليه. طول علق ولدي الكبير علق تليفونه حتى المغبش ما جاوبنيش، وتليفونه مسكر. حتى اللي جاء الطفل بعد عيط الله اكبر ويبكي، شو شو قال لي خويا مات. شاف بعد ما شافوا جهز كاميونه من هنا وهز مع أصحاب على أساس في خرجوه اللي يبقون الدار في سيزي صندوق تاع حاطين جثة في صندوق مروح فيه. المستوى تاع رونبوا تاع ولي ضاع، يلقى برشا ميليتير وقفوه، شعندكم؟ قالوا راهو عندنا جثة وخارجين للسبيطار. حل عليه الصندوق، شافوا الراجل ملطخ بدمه وكرتوشة في راسه الدم يجي، ولابس زيه بلا زي زي تاع الشرطة. هبط عليه الصندوق، قال الهوية متاعكم. يودي في حالة فيها سيريا، مخلصوه بالسبيطار وميت. قال قلت الله منه لابس حواجه، واش هو أعطيني بطاقتك. من كلمة كلمة ولدي تكبش في تكبش في الجندي هذاك. داحل ويجي واحد آخر زميل الجندي التالي ويضربوا بالكراس بالكتاف. تو ولدي تو كتبوا ساقات. طاحوا على ركابه، يهبط الملازم تاعهم الكهرباء، شو الحكاية؟ قالوا له هكا هكا. قالوا شو مشكل؟ قالوا اعطيهم خلاص خليه يتعداو باللبضه هذه. جا اخو بالكربه ويعيط الله اكبر الله اكبر. ما عرفتش على روحي، لا لا عرفت على روحي، لا العباد جات ولا ما جاتش، ولا دخلت في حسين ما نحكي لكش. جاوا جماعه كما طاو يجيو للشهداء اللي ماتوا الكل الله يرحمهم، يجوا هاو هاو يا امي ويا عزيزتي ويا روحي، وانتي راكي امنا وانتي راكي الجماعه الاولى. ثلاثه ايام الاولاني لليوم لهذه ساعه لو واحد منهم وقف وقال نمشي نطلع عليك المراه هذيك شنو حوالها ندق عليها. اي ولدي انا وراني انا منحبش الحكايه، هالفلوس باش تعطيني يعطيني ربي من عنده. انت انا عطيت ولدي، مازلت باش نستنى منك انت باش تعطيني، ولا وني انا نستنى فيك باش تعطيني الفلوس؟ فلوس ولدي هذيك، فلوس عريت ولدي تعطياني لي انا صارت ولدي هذيك، هذيك بالسيف عليك انت تعطي، مش عامل عليا مزيه. اللي خرجوا من الحبوسات خذوا التعويذ ما شاء الله، واللي اعطى دمه لتونس ما خذا حتى شيء. شو يقول لك؟ يقول لك الله يرحمه، يجيك 14 جانفي انا يعملوا لك الاحتفال، يعطوك التصويره ولا ما نعرفش شنيه، ويا الحاجه الحاج تصبح على خير المعيشه من 14 جانفي لل 14 جانفي باش يتذكروك، باش يتذكروك ويجوك ويقولوا لك يا امي مني تمني، وتقول لي انت زح باش نزح. سامحني الاجره نتاعو يعني شهريت وتقصت من هات لي السنه، من هات اللي مات، نهار اللي مات ما عودناش رينا شهريت. التو 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 ما رينا شيء، كي العباد ما رينا شيء، لا شهري ولا حتى حق ما خذيناش. احنا تو نشكر القضاء، يا اخي القضاء هو اعلم من العباد، ماهوش على من العباد. احنا قلنا انا فرحت كيف سمعت بالقضاء في السسمو نتاع السكنه نتاع الحجاج، فرحت معناها القضاء نتاع الجيش. قلت انا حاجه اخرى من مشكل قضاء النورمال، معناها هذاك حاجه اخرى. انا وصلت في القضاء نتاع تصدمت تصدمت، صدموني، بداو يسلوا بالورقه، بداو يسلوا بالورقه، بداو يسلوا بالدوسي، خلوا فيه زوز اوراق دوسي ولدي هكا، خلوا فيه زوز اوراق زوز اوراق قتل ما في الخطا. كيفاش قتل في الخطا؟ منين هذه تقتل انسان؟ انت كي تسرق بورتابل يحكم عليك بعام، وانسان قتل عبد حكم عليه سرس وشهرين.
هم شادين الكراسي يضربوا في الصاري في الأربعة ملايين والخمسة ملايين والستة ملايين، وكرهبة عنده وكرهبة لمرته وكرهبة الأولاد ويهزوه ويجيبوه في المكتب، ونحن اللي أولادنا عطات صحته على تونس ما رينا شيء. أنا قال الرجل ناكلوا بالكتب والحمد لله والحمد لله مسقنعين. أما كيف تجي أنت تقول راو هذاك شهيد يلزمني أنا ناخذ له حقه وياخذ حقه بزايد. لساناتهم هكا يخرج لك يخرجك في مجلس النواب، لسانه تلقاه هكا تلقاه مرة أخرى. أنا نسمع في تاع مجلس النواب في تاع اسمه هذاك في التونسية تحكي وتتكلم والشهداء وش فيهم الشهداء؟ يلا نحطك أنا كان واحد غدوة يمسلك واحد من ولدك ولا واحد من أخواتك تو تعملي عرعور وتبدي تجري وتبدي تبكي، أما خاطر ما تضريتيش كما تضرينا أنا. اللي خلى أربعة صغار واللي خلى خمسة صغار واللي خلى أم في الجبانة كل يوم في الجبانة وهي تبكي وفي العيد تبكي وفي رمضان تبكي، ولا واحد منهم حتى في العيادة عياد أخي ما مش عياد مسلمين. أنت كي تجي تدق علي الباب وتقول لي شنو أحوالك توفي